الرسالة إلى الخرطوم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. لكم تخيرنا من مداخل لهذه الجلسة الطيبة التي اخترنا لها الأرض، هذه الأرض البتول، هذه الأرض الجميلة، هذه الأرض التي تكتنز جمالا. حاولنا من خلال هذه الجلسة وأنا أتخير فيما نبدأ، هل نبدأ بالحديث عن ذلك ملفتة صوفية الشاذلي أم أن نتحدث عن أيامه في مصر وعن الإسكندرية أم عن القاهرة، أم نحدث محي الدين فارس كيف عاش هذا الرجل، أم نرجع بالحديث إلى دار العلوم أم إلى رابطة الطلبة السودانيين وإلى اتحاد الطلبة السودانيين في مصر، أم نعود ونرجع إلى دفاتر الصحافة السودانية ونتصفح فيما نتصفح وفيما كتب في تلك الصحف حينما كان رئيسا لتحريرها، أم نعود إلى مجلة الإذاعة والتلفاز التي حوت العديد مما كتب، أم نغادر أرض السودان إلى الخارج مثلا إلى الجماهيرية العربية الليبية أم إلى المغرب، أم نعود لنقرأ في دواوينه المنتشرة أم في كتاباته أم في حواراته التي جابت جميع أرجاء الوطن العربي؟ كيف يمكن لنا أن نتحدث مع مثقف شامل يكتنز كثيرا من مفردات اللغة، متحدث لبق ومدهش؟ هل نسأل من نسأل صلاح عبد الصبور أم نسأل البياتي أم نازك الملائكة أم أحمد عبد المعتي حجازي وآخرين؟ فيما ذكرنا فيهم من عاش وفيهم مما زال حيا على وجه هذه الأرض. كيف نبدأ الحديث مع سلطان العشاق؟ كيف نبدأ أيضا الحديث مع رجل قارة؟ حاولنا نبدأ بالحديث، حاولنا أن نختار من العبارات ما نختار لنفي بحق الرجل، ولكننا لم نجد. خيرنا الأستاذ محمد مفتاح الفيتوري في أن نبدأ أو أن يبدأ لنا هو هذا الحديث، فكيف لك أن تبدأ أستاذ محمد مفتاح الفيتوري مداخل هذا اللقاء؟ زمني قاس، زمني جلاد لا يرحم، زمني قاس، زمني جلاد لا يرحم، زمني وجه يتفجر من شفتيه الدم، زمني يا أخت هوايا أصم يخنقني كي لا أتكلم وأنا إنسان يتألم، وأنا أبصر أسمع أعلم أعلم أن الحرية تحكمها القضبان، أن شعوبا ما زالت تتبنى الأوثان، أن الثورات تموت وتولد في الإنسان، أعلم أني لا شيء
لا شيء سوى روح المظلم لو ماتت في شفتي الكلمات ولو أطبقت عليها الفم. زمني يا أخت هواي حزين، صوت نبي وصراخ سجين وصياح ومخالب تنين تقطر بالدم فوق الآفاق الشرقية لتظل الشمس وراء العالم منسية، ليظل الإنسان الخلاق ابن الأيام المغسولة ببطولات القرن العشرين يتساقط ملوي الأعناق تحت الأقدار المجهولة ويموت وفي كفيه الطين. زمني يا أخت هوايا هرم، زمني يا أخت هوايا هرم، في داخله جثمان إله ما زالت تومئ لي عيناه أن أسجد، لكني أعلم أن حرير العالم مهما غطى الأموات ستظل عرايا دون حياة، ستظل رفاة يتهشم لو داست فوق ثراه قدم. زمني يا أخت هوايا عجب، زمني يا أخت هوايا عجب، موسم جوع وجبال ذهب. محمد الفيتوري، لا أريد أن أثقل عليك بقصائدي الممتلئة بالغضب والتمرد والسخط، أعتقد أنه نلجأ إلى جانب آخر لنخرج من هذا الجانب بسؤال: لماذا هذا الغضب؟ لماذا هذا؟ والله سؤال، وربما لم يصلني يعني من قبل، لم يوجه لي بالضبط لماذا هذا الغضب. ومع ذلك سأجيبك شعر، لأني ذكرت قصيدة أعتقد فيها هذا الرد على هذا السؤال. خلي دقيقة واحدة، لأنه بالفعل الآن القصيدة لم أسجلها من قبل، وأنا يهمني أن تسجل. عنوانها قارع القبول. أقول فيها، هي رد على سؤالك، أقول فيها: من ذلك الوادي الرمادي أنا، لو انحدرت في الصخور مرتين وارتطمت في الضباب مرتين ثم درت دورتين خلف ذاك المنحنى فسوف تلمسين سقف أفقي. لو انحدرت في الصخور مرتين وارتطمت في الضباب مرتين ثم درت دورتين خلف ذاك المنحنى فسوف تلمسين سقف أفقي وتبصرين من بعيد زورقي وبضع نخلات يحركن رؤوسهن كأن حلما مفزعا يمر في خيالهن، كأنما تنفضهن رؤية بيرقي يعوم في بحيرة من عرقي. عارية روحي وعار جسدي كما ترين، عارية روحي وعار جسدي كما ترين، ساذج منبسط اليدين، لا أخجل أن أقول، لا أخجل أن أقول يا زمني حتى الأسى شهوة وقدماي تتلويان في الهوة، يا زمني حتى الأسى شهوة وقدماي تتلويان في الهوة، لا أرهب أن أقول يا زمني تآكلت حوافر الخيول والحوت في النهر يعري ظهره للشمس والزراف يستريح في السهول، رائع هذا الدجى الأخضر، رائع صفاء الظلمة الجميل، رائعة رائحة الضباب والشجر، رائحة الجبال والمطر، رائحة السماء والنجوم،
رائحة الأرض إذا تنفست وهي تعانق الغيوم. رائعة عيناك يا حبيبتي، رائعة عيناك يا حبيبتي، أجنحة محلقات أبدا يبرق فيهن الشعاع والندى، قوافل مسافرات أبدا يبعدن لا يتركن من ورائهن إلا ظلالا وصدى. رائعة هموم عينيك، رائعة هموم عينيك الصغيرتين حين تسألاني من يكون ذلك الشاعر، من يكون ذلك المغني الهمجي، ذلك المهرج الحزين، ذاك الذي يصبغه الجلال والذهول كلما انحنى على جراحه وراح يقرع الطبول. ها أنا ذا أقول، ها أنا ذا أقول، لو ركضت عاريا فهذا قدري، ولو مشيت فوق جسر من خطاياي فهذا قدري، صوتي صوت زمني، وجهي وجه قدري، صوتي صوت زمني، وجهي وجه قدري. فلا عجب ولدت فوق عتبات الصمت والغضب، ولدت فوق عتبات الصمت والغضب. أنا تمرد التعب، أنا تجسد الذهول، ها أنا ذا أقول، ها أنا ذا أقول. الخرطوم 1965. أظن فيها إجابة عن سؤال لماذا أنت غضبان؟ ولدت فوق عتبات الصمت والغضب. الدنيا لا يملكها من يملكها، أغنى سادتها الفقراء. الغافل من ظن الأشياء هي الأشياء. الخاسر من لم يأخذ منها ما تعطيه على استحياء، والغافل من ظن الأشياء هي الأشياء. هذه القصيدة أولا لابد يعني إضاءة بسيطة، هذه القصيدة كتبتها حوار ما بين وليين صوفيين، قمصت شخصيتهما، أحدهما زنجي من إثيوبيا اسمه ياقوت العرش أو من السودان، لأن كانت هذه المنطقة كلها بما فيها إثيوبيا كان اسمها جبال النوبة أو بلاد النوبة، والآخر هو المرسي أبو العباس أيضا جاء من المغرب الأقصى، ويقال أن المرسي نسبة إلى مرسي، مرسي طبعا معروف ميناء فرنسي لكنه مغربي الأصل قديما. فأنا كنت كلما مررت عليهما على ياقوت العرش عندهما ضريحان متقاربان، أتساءل فيما بيني بنفسي ماذا يعني ياقوت العرش الكلمة، كنت أذهب إلى المعهد، ولذلك أردت في الآخر أن أدير حوار ما بينهما، ولذلك أحدهما يقول للآخر دنيا، أنه هذه الدنيا فانية، دنيا لا يملكها من يملكها، يعني وهي في يده إلا ليست في يده، دنيا لا يملكها من يملكها، أغنى أهليها سادتها الفقراء، الخاسر من لم يأخذ منها ما تعطيه على استحياء، والغافل من ظن الأشياء هي الأشياء. تاج السلطان القاتم تفاحة تتأرجح أعلى سارية الساحة، تاج الصوفي يضيء على سجادة قش، صدقني يا ياقوت العرش أن الموتى ليسوا هم هاتيك الموتى، والراحة ليست هاتيك الراحة. عن أي بحار العالم تسألني يا محبوبي؟ عن أي بحار العالم؟ عن حوت؟ قدماه من صخر؟ عيناه من ياقوت؟ عن سحب من نيران؟ وجزائر من مرجان؟ عن ميت يحمل جثته ويهرول حيث يموت؟ لا تعجب يا ياقوت، الأعظم من قدر الإنسان هو الإنسان. القاضي يغزل شاربه لمغنية الحانة، وحكيم القرية مشنوق، والقردة تلهو في السوق. يا محبوبي ذهب المضطر نحاس، ذهب المضطر نحاس، قاضيكم مشدود في مقعده المسروق،
يقضي ما بين الناس ويجر عباءته كبرا بالجبانة. لن تبصرنا ما لم نجذبك فتعرفنا وتكاشفنا. أدنى ما فينا قد يعلونا يا يقود، فكن الأدنى تكن الأعلى فينا، إلى آخر القصيدة، لن نسيت الباقي. أي أستاذ محمد مفتاح إفلاطون الفيلسوف انحاز إلى أهل القوة والشرف والتحكم، أنحى بلائمتي على أهل الشعر باعتبارهم غير مؤهلين في حوار المثقف والسلطة. إن كنا سنأخذ الشاعرة والسلطة، ثم بعد ذلك نأخذ المثقف والسلطة في حديث تراه أنت وتنحاز إلى جانب ما. آه طبعا هذا قرأناه، أفلاطون وأفلوطين وسقراط وبقية الفلاسفة اليونانيين. نعم. يعني تريدني هل أخالفه أم أوافق على كلامه؟ تريد، هذا هو السؤال. كيف لك أن ننتقف من هذا الموقف؟ من أفلاطون ولا من نظرية أفلاطون؟ نظرية أفلاطون في حوار المثقف. والله أنا أوافقه أنه فعلا الشعراء، لا أقول أنصاف مجانين ولا أنصاف عقلاء، لكن الشعراء لا يستطيعون الخضوع لقوانين متزمتة، ولا يستطيعون أن يتجمدوا في الحياة، دائما رؤياهم مع تحول الكون تغيرات الأشياء، ولذلك من الصعب أن يكون الشاعر في موقع السلطة المطلقة. وحتى في تاريخنا العربي لندع أفلاطون وتاريخ الأساطير اليونانية القديمة، حتى في تاريخنا العربي نجد أن الشعراء الذين أتيحت لهم فرصة السيطرة أو على السلطة المطلقة أو السلطة أو الخلافة كان مصيرهم يعني فظيع جدا. يعني أنا أتذكر الآن الشاعر الذي بات ليلة واحدة، المعتز، هذا تنسب إليه أحيانا الموشحات، يقال أول موشحة في تاريخ الشعر العربي كتبها ابن المعتز. هذا الشاعر أعتقد كان أخوه المقتدر المتوكل أحد، وبعدين ثارت الجنود على أخيه لأنهم كانوا يطالبون بدفع الرواتب ولم يكن لديه قدرة، فثاروا على أخيه وجاءوا به محل أخيه ليكون هو السلطان ليلة واحدة، ولأنه لم يستطع أن يعني يدفع لهم من الرواتب في نفس الليلة قتلوه بطريقة رهيبة جدا. هذا أحد الشعراء الذين، وكثيرون يعني أنا أعتقد، ومن يدعون من الحكام حتى المعاصرين الآن أنهم يعرفون الشعر. أنا أعرف بعض الملوك وبعض الحكام العرب السلطة المطلقة الآن يكتبون الشعر، يزعمون أنهم يكتبون الشعر، لكن لو كانوا بالفعل شعراء لما نجحوا في السيطرة على الآخرين، إنما هو نوع من شخص يمتلك كل الجواهر وكل الأوسمة ويريد أن يضع على صدره وساما ليس من حقه أن يضعه، فيضع وسام الشعر على صدره فيفشل. الشعراء أنا مع أفلاطون لا يصلحون للسلطة، يصلحون للحلم، يصلحون لرؤية المستقبل، يصلحون للأشياء التي تنبت من حولهم وتتفاعل من حولهم، لأنهم هم حركة الحياة في تموجها وفي طوفانها في استمراريتها. نعم. إذن لماذا هذا التحول ما بين المثقف؟ ما في فرق، أنت تتكلم عن الشعراء. نعم. وليس عن السلطة. نعم. عن المثقفين. المثقفين طبعا هناك المثقف، يعني انت تكلمت عن نوع معين من المثقفين، عن الشاعر، عن الفنان. نعم. لكن المثقف الاخر العالم، المثقف الاخر كذا، يعني ممكن يتولى هذه لانه ينسى كل ما يخصه هو ويندمج في قوانين وفي نصوص وفي يعني عمليات، لا اقول تجاريه لكن عمليات يوميه مع الاخرين. نعم. فلا، المثقف الحاكم لابد ان يكون مثقفا في رايي. وبالمناسبه انا اعرف بعض الحكام المعاصرين، وهذا نوع من الاستطراد، ليسوا مثقفين على الإطلاق، يبدو ذلك من خطاباتهم من كلماتهم، حس بالجهل باللغة، باللغة حتى باللغة العربية، ومع ذلك هم حكام وقادرين على السلطة، ويمكن هذا بفضل جهلهم. أيضا أستاذ محمد مفتاح الفيتوري، نتساءل لماذا تراجع دور الشعر والشعراء في التغيير وتراخى الإبداع عن قضايا الاهتمام بالأمة وعن قضايا التغيير الذي يمكن أن يقال، أين ذلكم الشعر؟ يعني ربما في ذهني وفي إحساسي
في حياتي اليومية باستمرار، وخاصة في الظروف الراهنة المأساوية الراهنة التي يعيشها المنطقة العربية والشعب العربي، يديني باستمرار شاعر عظيم اسمه أبو الطيب المتنبي بالذات. يعني أنا قارئ الشعر من الجاهلية إلى العصور المختلفة، لكني ولست وحدي في ذلك، أقف كثير من الانبهار أمام هذا الشاعر العظيم الذي رأى ما لم يره الآخرون في عصره، والذي استطاع أن يسجل كل خطوة قدرية في عصره وسجلها في كلمات ربما من هان من يهن يسل الهوان عليه، ما لجرح لميت إيلام، قوارب كفور توارك وغيره، مش عارف من قصد البحر استقل سواقية. إذا لا كنت أتكلم عن قريبنا كفور الأخشيد، لا مش ده لا أي مثلا أبو الطيب المتنبي الذي قال ما لنا كلنا جوا يا رسول، أنا أهوى وقلبك المتبول، كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول، إلى آخر. يعني أبو الطيب، ولذلك يعني ردا على سؤالك إجابة للسؤال، أنا بعتقد انعدام الشعر في هذا العصر، تضاؤل الصوت الشعري، سببه عدة أسباب، يعني مرجعه إلى عدة أسباب. سبب أساسي وجوهري هو خفوت صوت الشاعر الموهوب في هذا العصر، أو انعدامه الشعر الكبير. يوجد يوجد بعض الشعراء، بعض الشويرات، يوجد بعض الناس البسطاء الذين النظمين في المنطقة العربية كلها، لكن قامات الشامخة التاريخية مثل أبو الطيب المتنبي ومثل أحمد شوقي في عصره ومثل أبو العلاء المعري ومثل طرف ابن العبد ومثل هؤلاء الأسماء الكبيرة في التاريخ، لا أعتقد أنهم موجودين. ربما قبل 20 سنة من الآن كان هناك شعراء عظام بالفعل، كان محمد المهدي الجواهري ما في شك، كان وكان هناك الشاعر بدوي الجبل معروف، وكم بشارة خوري أيضا من الشعراء المهمين جدا الذين، ومن قبلهم كان أحمد شوقي وأحمد وحافظ إبراهيم، وهنا في السودان كان ود الرضي والعباسي وكثير من الشعراء، حتى محمد المهدي المجذوب حقيقة كان من الشعراء الفطاحل كما يقولون. مع الأسف الشديد أن هذا الصوت لم يعد متوفر الآن نتيجة سبب غياب الشاعر العظيم، سبب آخر تزاحم الأصوات والضوضاء حول موقع الشاعر الذي كان يتفرد به منذ القدم. أصبحت القنوات الفضائية، محطات الشاشات اليومية، الأغاني، الموسيقات الضاجة، الكمبيوتر، الإنترنت، كل هذه الأشياء زحمت الشاعر في موقع كان زمان يتفرد به، وكان لأنه كان صوت القبيلة وصوت العصر وهو رجل الإعلام. الآن اختفى هذا الصوت ضمن الضوضاء الصاخبة التي محيط بهذا العصر. هذا سبب جوهري أيضا. أتصور أيضا هناك سبب آخر، أنه بعض المعاصرين من حكام هذا العصر لا يروه لهم أن يوجد صوت شاعر عظيم، ولذلك يكبحونه منذ طفولته، يرهبونه منذ بدايته عندما يرون صوته مضيئا وساطعا ويريد أن يعري أوجههم وواقعهم، يلجؤون إلى عدة أساليب، إما الإغراء، إما الترهيب، إما الإلغاء نهائيا. وأنا أعتقد هذا سبب أيضا جوهري في انعدام تواجد الشاعر العظيم، وفوت الرسالة الشعرية في هذا العصر. تقول لي ربما لكن هناك أصوات مغنين، أقول لك حتى أصوات المغنين خفتت، أصوات العظماء أين هي؟ سواء إذا أطللت في المنطقة العربية كلها لا تجد صوت يشبه صوت عبد الوهاب أو أم كلثوم أو خليل فرح أو سرور، لأنه لم يكونوا مجرد أصوات جميلة. هذه الأصوات، هذول المغنون الكبار كانوا أصحاب رسالة، كانوا يعرفون كيف يختارون الكلمة ويختارون الإيقاع ويختارون مواجهة الناس ويعبرون بصدق مذهل، ولذلك بقيت أصواتهم وستبقى إلى الأبد. أتواصل مع الأستاذ محمد مفتاح الفيتوري.
واحدة من هذه أيضا الأحداث، الخرطوم تستقبل العام 2005 حدثا في أنها ستظل عروسا للعواصم العربية الثقافية. لعلك تحدثت مع وزير الثقافة الأستاذ عبد الباسط عبد الماجد عن هذا الحدث، ولعلك شهدت بعضا من بدايات المنتديات التي ربما تمهد لقيم هذا الحدث. الإخوة الذين أرى في وجوههم الآن هذا الفرح بمستقبل هذه البلاد إن شاء الله، والذين أراني بينهم محبا وعاشقا ومتطلعا إلى المستقبل، الشيء الذي أريد أن أفصح عنه الآن هو أنني لست من المتكلمين، لا أستطيع أن أخطب، لا أستطيع أن أتكلم، تأخذني حالة من الوجد تمضي بي بعيدا. ربما كان الشعر بالنسبة لي هو المتنفس. سأحاول أن ألقي أختصر لأنه الوقت يبدو لي لن يتسع، لكن سأحاول أن ألقي بضع قصائد قصيرة. أحتار فيما أبدأ، هل أبدأ بتلك البدايات الإفريقية، هل أبدأ ببعض القصائد الصوفية، هل أبدأ بشيء من العاطفة. الحق لا أريد أن أثقل على هذا المنبر، يأتي في ذهني الآن ما تفضل به علي صديقي الشاعر الكبير سيف الدين الدسوقي عندما ذكر بغداد. عندي أبيات حول بغداد أسميتها صرخة الميلاد، أبيات قصيرة أقول فيها: دعونا نعلق على مشجب الشمس أكفاننا، دعونا نعلق على مشجب الشمس أكفاننا ونهز على الطرقات بيارقنا، دعونا نعلق على مشجب الشمس أكفاننا ونهز على الطرقات بيارقنا، أو دعونا نصلي فقد تخصب الصلوات التي يبست في حناجرنا ثم سالت نعوشا عراقية ومدائن مكسوة بالحرائق مزدانة بالدماء. دعونا نعلق على مشجب الشمس أكفاننا ونهز على الطرقات بيارقنا، أو دعونا نصلي فقد تخصب الصلوات التي يبست في حناجرنا ثم سالت نعوشا عراقية ومدائن مكسوة بالحرائق مزدانة بالدماء. دعونا نغني لمن يستحق الغناء ونبكي لمن يستحق البكاء. دعونا نغني لمن يستحق الغناء ونبكي لمن يستحق البكاء، ومن تتناغم أطيافنا في رؤاه، ومن هو نافورة الضوء تحت السماء. دعونا نغني لمن يستحق الغناء ونبكي لمن يستحق البكاء، ومن تتناغم أطيافنا في رؤاه، ومن هو نافورة الضوء تحت السماء. دعونا ندس في خطى الهاربين إلى اليأس أقنعة اليأس والانكفاء. دعونا ندس في خطى الهاربين إلى اليأس أقنعة اليأس والانكفاء. ولماذا النبيون والشهداء المقيمون في الخلد
والشعراء المضيئون في الكلمات، ولماذا القرابين والتضحيات؟ ولماذا إذن تلد الأمهات؟ لماذا؟ لماذا يخون الذي خان أمته ويهون من هان يوما على نفسه أرض أجداده؟ ولماذا النبيون والشهداء، الشهداء المقيمون في الخلد والشعراء المضيئون في الكلمات؟ ولماذا القرابين والتضحيات؟ ولماذا إذن تلد الأمهات؟ ألكي تتلهى الشعوب بمن قد ولدنا وتصنع منهم عبيدا وآلهة وطغاة، أم يلدنا لكي تتألق شمس العراق وتسطع روح العروبة في الكائنات؟ الذي حدث للعراق بي تقريبا 20 يوم، فقد كنت في مهرجان البلبل وأسمعتها مجنون ببغداد، أقول فيها قبل احتلال أمريكا لبغداد للعب مهرجان النربت، أقول فيها أطلق جناحك واصعد، فالنجوم هي الأدنى وعيناك برق في المجرات. أطلق جناحك واصعد، فالنجوم هي الأدنى وعيناك برق في المجرات، واسكب غناءك في نهر الضياء شذا، واستوحي بغداد في ماض وفي آت، استوحيها وأتلق، فالمجد في دمها عطر وفي روحها سر البطولات. بغداد، هل صنع التاريخ معجزة بغير كفيك يا بدء البدايات؟ وهل درى المقعدون اليوم أن يد العراق قد وضعت أس الحضارات، وأن رؤيا حمورابي وشرعته صاغت رؤى الكون من قبل الديانات، وأنك الشمس لا تلقي أشعتها إلا لتقرع ناقوس المدارات، وأنك الرمز لا تحني الجبين سوى لخالق الخلق جبار السماوات، وأنك الشعر إنسان تدوس به الأقدار فوق عروش المومياوات، ويمطر العصر جرذانا وأغربة زرق العيون، ويغلي بالصراعات وأستدير كمجنون، أستدير كمجنون رأى جبلا ينهار فانهار مجنون الضراعات، وأستدير لعل النار في كبدي تؤجج النار في جيل المعاناة، وأستدير فلا ألقى سوى رمم تبكي وتضحك مثل المومياوات، ويائسين أسار في مخادعهم مبللين بأمطار الخرافات، ومستبدين يكسو الذل أوجههم بالكبرياء وأصباغ الثقافات. إذن لقد صحت الرؤيا، ومن صدقت رؤياه فهو حكيم المستحيلات. إذن فثمة من هانوا ومن ضعفوا ومن مشوا تحت أقواس الخيانات، سيان كانوا ملوكا أو سلاجقة من المماليك أو مرضى البيوتات، سيان فالدم لا يعفي الأولى انتهكوا قداسة الدم في سوق المزادات. إذن فثمة من هانوا ومن ضعفوا ومن مشوا تحت أقواس الخيانات، سيان كانوا ملوكا أو سلاجقة من الملوك أو مرضى البيوتات، سيان فالدم لا يعفي الأولى انتهكوا قداسة الدم في سوق المزادات. سيان يا نفط، سيان يا نفط، يا خرجان، يا عربا، كانوا شخوصا وماتوا في الروايات. سيان وإن نسيتم فلا تنسوا مقابركم فيكم وأكفانكم تحت العباءات.
وإن نسيتم فلا تنسوا مقابركم فيكم وأكفانكم تحت العباءات وفي الهوان هوان حيثما انتصر المحتل وامتد قهر الذات للذات وقالت الأرض لي قالت الأرض لي لا تبتئس ودع البركان يمضي بعيدا بالقذرات وقالت الريح لي بعض الذين علت أقدارهم هم نفايات النفايات وقالت النار لولا النار ما اعتنقت تلك البذور وأزهار النباتات وقلت بغداد يا بغداد مشتعل قلبي لأجلك مشحون بآهاتي كأنني وأنا ابن الراقصين على مزالق الغيم في أقصى المدارات كأنني منك في روحي وفي جسدي وفي البعيد الموارى من صباباتي كأنني اجتزت عمرها هنا وعلى تخوم أرضك شكلت ابتساماتي وحب مثلك يا بغداد ليس له نبع سوى أنه نبع من الذات صارت شفقا شعت غيما وسدت شحبت روحي صارت شفقا شعت غيما وسدت كالدرويش المتعلق في قدمي مولاه أنا أتمرغ في شجري أتوهج في بدني غيري أعمى مهما أصغى لن يبصرني فأنا شجر شجر حجر شيء عبر الشارع جزر غرق في قاع البحر حريق في الزمن الضائع قنديل زيتي مبهوت في أقصى بيت في بيروت أتألق حينا ثم أرنق ثم أموت ويحي ويحي وأنا أتلعثم نحوك يا مولاي أجرد أحزاني أتجسد فيك هل أنت أنا؟ يدك الممدودة أم يدي الممدودة؟ صوتك أم صوتي؟ تبكيني أم أبكيك؟ في حضرة من أهوى عبثت بي الأشواق في حضرة من أهوى عبثت بي الأشواق حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق وزحمت براياتي وطبول الآفاق عشقي يفني عشقي وفنائي استغراق مملوكك لكني سلطان العشاق. كيف ترى للخرطوم عاصمة للثقافة العربية؟ في هل أنها مهيئة لاستقبال هذا الحدث؟ كل بلد كل عاصمة من هذه العواصم تحاول بهذه المناسبة أن تبرز شخصيتها الثقافية والإبداعية فنونها تاريخها المسرحي استعراضاتها الفنية الفولكلورية الحالة الثقافية المتنوعة فيها وتبذل طبعا تضع فنانيها على خشبة المسرح وأدبائها وكتابها ونقادها وصحفييها وتاريخها تاريخها وتراثها وأنا قلت طبعا للمعالي الوزير أنا أثق في أن التجربة سوف تكون ناجحة بالنسبة لكم في 2005 وأتمنى أن يتم يعني منذ الآن وضع البرامج المناهج والاستعانة بالخبرات الخارجية سواء كانت في داخل السودان أو في خارج السودان لإنجاح هذا لأنه سوف تكون وهي بالفعل يعني دون اليونسكو قراراتها أن تكون العاصمة الثقافية هي الخرطوم الخرطوم بالنسبة لأفريقيا كلها هي العاصمة الثقافية الحقيقية في الغناء في الشعر في الرقص في الأداء المسرحي إنما في هذه المناسبة بالذات يجب أن تتجلى الخرطوم في جوهرها في ضوءها أن تكون بالفعل عروس الأعياد الثقافية والمهرجان الثقافية في هذا العصر أنا واثق سوف يتحقق هذا الحلم وأنا اتفقت مع السيد الوزير أن أكون جزءا من الأشخاص الذين سوف يخططون أو سوف يشاركون في إحياء هذا كيف تختم هذا اللقاء كان الحديث عن الخرطوم هل كتبت للخرطوم أكيد شعري كله للخرطوم نعم يعني أنا حقيقة أذكر قصيدة
عندي قصائد كثيرة، لكن مثلا أذكر هذه القصيدة عنوانها رسالة إلى الخرطوم. كثيرون لم يقرؤوها لأني أنا كتبتها برضو في مرحلة شعري مرتبط بمش المناسبات، بالأحداث، عندما يكون هناك حدث أكتب. هذه القصيدة يا سيدي، خليني أقرأ لك عنوانها وأقرأ القصيدة. عنوانها لك رسالة إلى الخرطوم. وفي أغنية إلى السودان كثيرة، قصائدي حتى قصائد الأفريقية هي عبارة عن رسالة إلى الخرطوم. 308 رسالة إلى الخرطوم. القصيدة نفسها كتبتها سنة 1964 هذيك 11 نوفمبر الانتفاضة. إذن قبل الانتفاضة أنت كنت أيامها ما زلت طفلا، أو ربما لم تكن قد ولدت بعد. سنة 1964 كانت الانتفاضة، كانت 11 نوفمبر 64، يعني هذه قبل الانتفاضة بقرابة شهر. 24/10 هذه 24/10 يعني 30، يعني قبل الانتفاضة بأقل من أسبوعين. نعم مسجلة هذه. نعم كانت عنوانها رسالة إلى الخرطوم، طبعا قبل أصبح الصبح. نعم أقول فيها وكنت في القاهرة أعتقد. نعم في القاهرة. في القاهرة أي. نعم. فأنا أطللت على الخرطوم في تلك المرحلة وكانت في نظري معذبة دون تفاصيل، ولذلك كتبت هذه الرسالة إليها. قلت رسالة إلى الخرطوم أقول فيها: في الأرض حيران ضائع، في الأرض حيران ضائع، دام كثير المواجع، أرنو إليك وأعدو كالطفل في كل شارع، وأرتمي فوق حزني وفوق شوك المضاجع، وبيننا يا بلادي ستارة من مدامع، وصورة يا بلادي قد لونتها المفاجع، وحائط يا بلادي من فوهات المدافع، دمع وأفق ونار والموت عريان جائع، والشعب أعزل، الشعب أعزل، شعبي هذا الجريح المصارع، رأيته وهو صدر عار يسد الشوارع، يمشي وتمشي الضحايا أمامه والطلائع، عمائم ووجوه كأنها الفجر ساطع، وأذرع كالصواري كمئذنات الجوامع، تلتف حول المصانع، تمتد حول المزارع، تصون عزة شعب طالت عليه الفجائع. بالأمس أمس وقلبي بردان خلف الأضالع، رأيت شعبي يغني للشمس أحلى المقاطع، والشمس في غسق الليل في رؤوس الأصابع، رأيتكم يا حبيبي رغم الفياف الشواسع، سمعتكم يا حبيبي ولم أزل بعد سامع. قالوا انتفضت، قالوا انتفضت ومزقت عنك سود البراقع، قالوا تفجرت أفقا من السيوف القواطع، قالوا وطهرتنا عليك من جلود الضفادع، قالوا وما زلت تبني العلا وتبني الروائع، قالوا وتوجت رأسي زهوا بما أنت صانع، وقلت ما كان شعبي يوما للبطش براكع، وقلت ما كان شعبي للبطش يوما براكع، ولم يكن مجد شعبي لمشتر أو لبائع، فالشعب كالأفق في صدره تنام الزوابع، والشعب كالنيل في عمقه انفعال المنابع، راح الطغاة المساكين
وانتهوا في المخادع والشعب ما زال يمشي ويسترد المواقع. القاهرة 24/10/1964. حاولنا أعزائي المشاهدين من خلال محطاتنا التي اخترناها مع الأستاذ محمد مفتاح الفيتوري أن نقف على الجزئية الأولى من حديثنا معه ومن لقائنا معه. كيف ذلك اللقاء وكيف سيكون اللقاء القادم؟ لم نتمكن من أن نتحدث عن كثير من المحاور التي ربما جادت بها فيما كتبنا من محاور كنا سنعرضها على الأستاذ محمد مفتاح الفيتوري في داره العامرة، وحاولنا أن نختار هذه الجلسة الطيبة التي كان فيها مرتاحا وأجاب علينا بكل أريحية وبكل صدق. دائما هذا ما تعودناه عند رجل يمتاز بهذه الشفافية، يمتاز بهذه الإنسانية الطيبة. سعدنا أستاذ محمد مفتاح الفيتوري أن كنت ضيفا على شاشة التلفزيون الخرطوم. يعني لا أقول غرورقت عيناي بالدموع، لكن أقول غرورقت روحي بالحنين، وأنا فخور وسعيد وفرح ومطمئن لهذا اللقاء، وأعتقد أنه لن يكون اللقاء الأخير، سوف نتواصل إن شاء الله. إن شاء الله، وشكرا. العمر زادت غلاوته معك.
حبيب ورد الأمان الحلوة في أعماقها يا حبيب ورد الأمان الحلوة في أعماقها وابتدى القلب اللي عاش العمر فيه قليل حنان العمر زادت خلاص